فلا تكفرن فيتعلمون منهما لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت يا رب العظيم ومن أحسن قولا كل سحر أسود كل سحر أسود كل سحر أسود كل سحر أسود أحييك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا فلا تكفرن فيتعلمون منهما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ والسميع العليم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاج الزجاجة كأنها كوكب ذري التي زيتونة لا شرقية ولا غربية لم تمسسه نار نور على نور ويهدي الله بنوره من يشاء وننزل من القرآن ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب الناس أذهب الباس واحرق كل شيطان في راسها واحرق كل شيطان في راسها كل شيطان أسود كل شيطان أسود كل سحر 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 أسود فك العقد فك العقد فك العقد فك العقد في رأسها فك العقد في الجسد بارد أسود أحرق كل شيطان بارد أسود أحرق كل شيطان بارد أسود
اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقيك الما يا رب العالمين. بسم الله ارقيك من كل شيء يعديك. الله يشفيك الله يشفيك الله يشفيك. قول اللهم ابطل كل سحر معقول اللهم ابطل كل سحر معقول اللهم ابطل الاسحار اللهم ابطل الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا يبقيك الما وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أحيي قناة أشواق على استضافة الهوى، نحيي جميع المغاربة ونقول لهم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن اليوم في ضيافة الأخت غزلان المعروفة في مواقع التواصل الاجتماعي، قناتها في اليوتيوب غزلان وياسر ولاد الشعب. السيدة هذه لما حكت لنا الظروف ديالها والقصة ديالها، فالشعب كله خصو يتعاون معها. قصة مؤلمة وقصة واقعية، ماشي في الخيال ولا بغينا نكذبوا ولا، اقسم لكم بالله العلي العظيم ما بغينا نكذبوا ما بغينا نديروا حتى شي حاجة. خليونا من اللغة ديال البنان واللي باغي نتوما كيف تعرفوني دائما انا عندي نيشان نيشان. السيدة تتعيش واحد الظاهرة واحد القصة اللي هي واقعية وخيبة. أولا مسكينة تبنتها واحد السيدة وضعت في حق الأمومة وضعت في حق الأب وضعت في بزاف ديال الحوايج وضعت في حق العيش الكريم، هادشي كامل ضاعت فيه. تتسحر ليها ودير لها السحر وتتمارس طقوس الشعوذة بالمرآة في داخل المراحيض وإلى غير ذلك، ماشي عيب وعار. وشوف دابا هاد السيدة راه على فراش الموت، ماشي راه واخا تشوفوها كجلسه بالدرع باش نوضناها وباش قعدناها في داك الكرسي، راه بالدرع باش ناضت، راه مسكينه مريضه. انا تنقول المغاربه كاملين يتعاونوا معها مسكينه ويساندوها، راه دابا بحال اللي وحيده هي راه بنتنا كاملين. اما بالنسبه ديال الحاله ديالها الحمد لله، حنا اليوم جينا وقرينا عليها وشفنا الحاله ديالها، ان شاء الله داك الشيء راه ساهل، ما غادي يكون غير الخير ان شاء الله. غادي نعطيو لها بعض الاعشاب ديال البخور وبعض الاعشاب ديال التدواش والزيت ديال الرقيه الشرعيه والى غير ذلك من الاشياء التي سنقوم بها معها في الحاله ديالها الى ان تستقر حالتها. وان تنقول واحد الكلمه للمغاربه، اتقوا الله سبحانه وتعالى في اخوانكم المسلمين. علاش تتسحروا لهاد الناس هادو؟ علاش تتسحروا للانسان؟ هادشي راه تضيعوا الحياه ديال الناس، تضيعوا الحياه ديال الناس. اتقوا الله في النفس ديالكم، فراه شبر ربع الصبعان هي اللي تتسننا وتسنكم. تنشكر خويا فهد اللي جاب ليا الشيخ، كنشكر الشيخ، تنشكر جميع الخوت كاملين، خوتي مغاربه كل واحد تيقول لي كلمه طيبه، كنشكرو بزاف. بالنسبه خويا فهد خوتي مغاربه، مني كانت يقرا عليا الشيخ كنحس بواحد الطاقه فيا باغا تنوض ضربو، باغا تتشوش عليا داك البكا داك التنواح، تنحس بالرجلين تيديروا ليا هكا، لان اصلا انا دائما فيها طاقه الحنش، بحال الحنش ديما عيني، حتى العينين ديالي بعض المرات كيولي فيهم بحال اللي كيشوف بحال الشوفه ديال الحنش. الا شفت غير بحال هكا في المرايا بعض المرات في الليل كتبقى تبان لي الشوفه ديال الحنش في العينين ديالي. المهم خوتي، هذا الشيء هذا ظواهر خارقه اللي تنعيشها انا وتنشوفها، وأقسم بالله العلي العظيم. واش غادي نقول لكم، بحال الفيديو اللي تلاح من قبل شفت واحد جوج تعالق غير جوج، وضرني خاطري ما نكذبش عليكم، كنت كتبت لهم حسبي الله ونعم الوكيل تال عند الله ونطلاقة، تيقولوا زعما مرض البوس وحاشا لله واش نديروا على هذا الشيء. شوفوا غير الحاله ديال اش كاين، شي واحد غادي يكون هذه الحاله على فراش الموت غيضيع منه الكواله، غادي شوفوا غير الصوره ديالي قبل شوفوا بعد. انا حتى اليوتيوب اللي زعما بغيت البوز داك الشيء ما كنقول، ما قلت لهم لا عطيوني، لا جيت نطلب صدقه، لا تنقول حتى شي حاجه، ما جيت نقول لهم لا قناه لا والو، انا داك الشيء كامل ما جيت. مني جا يسول عليا خويا فهد البارح، جا يسول عليا شاف الحاله ديالي صور معايا فقط. انا بالعكس تخبيت حتى من السوشيال ميديا ما تنبانش فيها، صافي الله اللي اعلم بيه، ما قدرتش حتى نواجه الكاميرا ولا نواجه الناس، حتى الزنقه لا حتى شي حد. الحريق فيا ربي اللي عالم بيه، دابا راه ما فياش الحريق، دابا جالسه معكم، ولكن ملي تيكون فيا واحد الحريق شديد فهاد الجنب الايسر راه الموت كنشوف اخوتي.
اقسم بالله العظيم هادشي حقيقه وهادشي اللي عشت انا راه ربي اللي عالم به. الله ياخذ الحق وحسبي الله ونعم الوكيل. في كل ظالم متجبر حسبي الله ونعم الوكيل. كل واحد اللي تيادي خوه المسلم الله ياخذ فيه الحق، الله ياخذ فيه الحق. هادشي هذا اللي عشته انا شبه بالقصص الخياليه، ومازال غادي تعرفوا القصه ديالي كامله ان شاء الله، وغتعرفوا شنو المشكل اللي واقع ليا عما قريب. انا كلشي غادي نسمح فيه، ما بقيت بغيت والو، غادي نخوي حتى المدينه، غنخوي البلاد اقسم بالله العظيم. عاد الناس يقول لك البوز، واش اللي باغي البوز غادي يخوي، غيخوي دارو دارو، ماشي دارو زوينه وكل شيء، وغادي يسمح في كل شيء، غيسمح في كل شيء. وانتم غتشوفوا هذا الشيء عن قريب. الا بقيت في الحياه انا بغيت نعيش لوليداتي، راه كاين الله فوق منا. اش عنديو معانا؟ واش عنديو معانا الفلوس ولا البوز ولا الديور؟ عنديو معانا والو، بغيت غير صحتي نعيش لوليداتي صغيورين عندهم غير الله سبحانه. وانا بغيت غير وليداتي يشوفوني، ما نموتش انا بالعرض البطيء. انا تنموت بالعرض البطيء، انا داك الشيء اللي عندي تسمم صعيب. لو كانوا شي تحاليل غيلقاو عندي جرعات ديال التسمم ديال السم من زمان، هو تيتمارس لي تيدس لي السم بطريقه فنيه. تناكل فيه نهار على نهار سنوات، وانا تناكل في داك الشيء صعيب. حتى التفراغ حتى داك الشيء ما غاديش يقدر يخرج ليا التسمم اللي في الذات ديالي اللي تنعاني به. انا ديما ديك نشوف يا ديال هنا ديال الحلقوم ديالي، يعني هذاك السم ما عنده حتى علاقه السحر بوحديته، ولكن باش تيدس لك السم هذاك اصعب حاجه في الانسان. صافي كيبقى يموت بالعرض البطيء، حتى الاطباء ما تيعرفوش باش مات. تحياتي لكم اخوتي المغاربه، وان بعض الظن اثم، راه كاين الله سبحانه وتعالى، كاين الله سبحانه وتعالى، والله ياخذ الحق في كل واحد تيادي خوه المسلم. هذا الشيء اللي بغيت نقول لهم، ونقول لهم اتقوا الله في نفسكم اللي تتاديو الناس، حرام عليكم. الله يرحم لكم الوالدين، ما تبقاوش تاديو الناس. اللي ما بينك وبينه خليه منه الله، خليه منه الله، ربي غادي يحاسبه. الله يرحم لكم الوالدين، ما تاديوش الناس، راه اصعب حاجه هو الحسد، هو الحقد. راه كاين اللي كيحقد بحال داك الشيء كنا كنشوفوها في الافلام. انا راه عشت داك الشيء اللي كنت كنشوفوها في الافلام اخوتي، عشت قصه حقيقيه، قصص الخيال اللي كنت كنتفرج فيهم حتى انا من دوك مني من الاطفال كنتفرج في القصص بحال هكاك عشته اخوتي. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.